لما زمان كان حد بيروح يصيف في الساحل الشمالي، كانت العجمي هي آخر جزء ممكن تروحه، وكانت منطقة متطرفة نسبيا، وبعديها بقى بتاخد طريق طويل عبارة عن بحر وصحراء لغاية ما توصل لمطروح. لكن ومع مرور الزمن الوضع اتغير تماما، زي ما هنشوف في حلقة النهاردة واللي هنتمشى فيها في طريق الساحل الشمالي الطيب والشرير، زي ما الناس بتحب تقول على سبيل الفكاهة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة من هنا، من طريق الاسكندرية مرسى مطروح أو طريق الساحل الشمالي زي ما الناس بتحب تقول، وإحنا في محيط سيدي كرير. والجو فجأة السماء اتملت سحب والمطرة مطرت بغزارة، وده اللي خلاني معرفش أصور الجزء اللي ورا واللي تقريبا بيبتدي عنده طريق الساحل من عند الكيلو 21 في العجمي. إحنا موجودين دلوقتي طبعا في الساحل الشمالي، وهنشوف عدد كبير من قرى الساحل في طريقنا. هنعدي على الساحل الطيب زي ما الناس على السوشيال ميديا بيسموه، وكمان هنشوف الساحل الشرير في طريقنا. لكن لازم نعرف ان دي تسمية طبقية وهنتكلم عنها خلال الحلقة. لوحات الارشادية اللي قدامنا بتقول ان احنا هنمشي على طول وهنلاقي مدينة الحمام والعلمين ومرسى مطروح والضبع، وننتقل بقى من هنا عشان نشوف عدد كبير من اشكال القرى السياحية في طريقنا. زي ما احنا شايفين في الجزء ده مجموعة من المحلات الخدمية على الطريق، وراها مجموعة من القرى السياحية. وفي الجزء ده من الساحل بتلاقي المحلات متفرقة وشعبية نوعا ما زي ما حضراتكم شايفين، وهتلاحظوا الفرق ما بين الجزء ده وقدام شوية. قدامنا دلوقتي يمكن قرية شاطئ الفيروز السياحية واللي هنزورها النهاردة من جوه في نهاية رحلتي. زي ما حضراتكم شايفين بيكون قدامها مجموعة من محلات الأسماك وأفران العيش وصيدلية ومحلات للخضروات والفاكهة، يعني مش متجمعة في مولات زي الساحل اللي هنشوفه قدام شوية. لسه بنكمل طريقنا في طريق الساحل الشمالي وبنشوف مع بعض أشكال القرى السياحية اللي بتقابلنا في طريقنا، والجو بقى صح وبشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين. شايفين بقى شكل البحر الأزرق الجميل واللي بيميز الساحل الشمالي، وقدامنا قرية الصفا والقرية تابعة لنقابة التجاريين باسكندرية، واحنا دلوقتي في كيلو 43 طريق اسكندرية مرسى مطروح. بعديها على طول بنقابل قرية ديار، وزي ما حضراتكم شايفين التباين والتنوع في أشكال القرى السياحية. ولو دخلت قرية من القرى هنا هتلاقي مساحات واسعة جدا بين الوحدات والشاليهات، وهتلاقي ان نظام البنى طبعا قديم نسبيا، لكن بيكون الشاطئ واسع جدا وممتد المسافة كبيرة عكس القرى اللي موجودة في سيدي عبد الرحمن وراس الحكمة. قبل ما نسيب الجزء ده قدامنا قرية جامعة القاهرة، واحنا دلوقتي بقينا موجودين في الكيلو 44 من طريق الساحل الشمالي. ما زلنا في الجزء اللي ترسخ عند المصريين بالساحل الطيب، لكن طبعا اتمنى ان المصطلح ده يختفي لانه له دلالات طبقية، واتمنى انه نكتفي فقط بان دلالات المصطلح يكون في طريقة المعيشة في المصيف ما بين الاباء والابناء وتقاليد كل جيل من الاجيال في الاستمتاع بالبحر والاستمتاع بالاجازة. قدامنا دلوقتي بقى قرية فينوس واحد، واحنا بقينا موجودين في الكيلو 49. يمكن الميزة المهمة في الجزء هنا انك قريب من برج العرب وكارفور العروبة. طبعا نسبيا القرية احدث من بعض القرى اللي شفناها، لكن زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا موجود كده لسه بعض قطع الاراضي الغير مستغلة على طول طريق الساحل الشمالي. يمكن شواطئ الساحل الشمالي معروف ان فيها ميزة مهمة جدا، ان ميتها صافية ورملها ناعم والجو جميل جدا، ويمكن الرطوبة بتكون اقل من اسكندرية، لكن الموج في البحر بيكون عالي جدا. قدامكم بقى فينوس 2، وزي ما احنا لسه ماشيين في طريق الساحل الشمالي هنلاقي كمان فينوس مول اللي موجود بعد فينوس 2، واحنا لسه بنتمشى في طريق الساحل الشمالي واحنا بقينا موجودين في الكيلو 50، وقدامنا قرية هيلو بيتش. وهننتقل من هنا لجزء تاني في طريق رحلتنا عشان نتفرج على اكبر عدد ممكن من قرى الساحل الشمالي. احنا دلوقتي بقى بقينا موجودين في الكيلو 51، وهتلاقي هنا بقى شكل الشاليهات يتحول لمباني اشبه بالعمارات السكنية المجمعة
جماعة، احنا موجودين في البداية الحقيقية للتعمير في الساحل الشمالي، وهي قرية مراقية، واللي يمكن بدأ البنى فيها من منتصف الثمانينات. كان معاها قرية مارابيلا، ومعديهم قرية مارينا المشهورة، قرى متفرقة كده، وبعدين بدأ العمران يزيد قبليهم وبعديهم وفي وسطهم، وده يمكن اللي بيفسر وجود بعض القرى الأحدث ما بين القرى القديمة. طبعا القرية هنا كانت طفرة في شكل السياحة الداخلية في مصر، كانت في الأول اللي بيقدر هنا يجي الطبقة يمكن الأكثر غنى، لكن مع الوقت كل شيء اتغير. شكل المباني فعلا زي ما حضراتكم شايفين، وكأنها عمارات سكنية مش شاليهات سياحية، شيء مختلف فعلا عن جو الساحل. ورغم ان الساحل الشمالي بيمتد من عند يمكن رفح لغاية السلوم، إلا ان مصطلح الساحل الشمالي الناس بتطلقه على الجزء اللي من العجمي لغاية مرسى مطروح، ويمكن قدامنا دلوقتي فندق برج العرب واللي موجود بعد قرية مراقية على طول. ما زلنا موجودين في طريق الساحل الشمالي وفي الجزء الأقدم نسبيا، واللي هتلاحظوا ان عدد حاراته أقل من عدد الحارات اللي هتشوفوها في الجزء اللي قدام، اللي عند مارينا والعلمين وسيدي عبد الرحمن. احنا دلوقتي بقينا في كيلو 56 وقدامنا قرية بلبع للمشويات والأسماك، وبدأت بقى شكل المحلات القديمة التقليدية تتغير لشكل المولات الحديثة، وقدامنا روزانا مول اللي موجود على مدخل قرية بنفس الاسم هنا، وهي قرية روزانا ريزورت. بالفعل الشكل مختلف والمدخل أشيك وأحدث، والخدمات شكلها مختلف. موجود هنا فتح الله جملة ماركت المشهور في اسكندرية والساحل، ويمكن دهان الشاليهات هنا أرقى وأجمل، وتخطيط القرى أفضل. ويمكن هنا القرى الحديثة اللي اتعملت ما بين مراقية ومارينا ومارابيلا زي ما قلت لكم من شوية. من بعد بقى قرية روزانا هنلاقي قرية من القرى الحديثة برضو نسبيا، وهي قرية فالنسيا. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن المسافات ما بين القرى قلت بشكل كبير، يعني بعد ما شفنا امتداد قرية مراقية مثلا بنلاقي هنا المسافات أقل، لأن الأراضي ومع الزحف العمراني سعرها زاد بشكل كبير، وده خلى الناس تشتري مساحات أقل، وخلى المسافات ما بين الشاليهات داخل القرى تقل عشان يتعمل أكبر عدد ممكن من المباني ولكن بشكل منظم. بعد كده بنلاقي قرية ديانا بيتش واحنا في طريق الساحل الشمالي، وبنشوف شكل القرى والمباني المختلفة والمتنوعة في الأشكال واحنا في طريقنا لغاية ما نوصل لسيدي عبد الرحمن. ومن بعد قرية ديانا واحنا موجودين دلوقتي في كيلو 59 تقريبا، وعدينا عدد من القرى وداخلين على كارت الطريق اسكندرية مرسى مطروح، او كارت الطريق الساحل الشمالي، هنعديها ونكمل طريقنا. من بعد الكارت احنا بقينا موجودين في كيلو 62 وقدامنا قرية المروة، واللي بتعتبر أقدم نسبيا من عدد من القرى الأخرى اللي شفناها من شوية، لكنها مميزة ومنظمة. شكل الشاليهات فيها معظمها مجمعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. عايز أقول لكم إن الجزء اللي قدام القرية موجود فيه مدينة الحمام، وهي المدينة اللي فيها عدد كبير من المحلات الخدمية ومحلات الأساس وورش تصليح العربيات، واللي بتخدم قرى الساحل الشمالي كله في الجزء اللي احنا فيه. ومن قرية المروة بقينا موجودين في الكيلو 70 وقدامنا قرية جامعة الدول العربية. طبعا كانت معظم الهيئات والنقابات والجامعات كانت الدولة بتخصص لهم أراضي كده عشان يبنوا عليها قرى سياحية، وعشان التعمير يزيد بشكل متنامي متزايد في وقت واحد. من بعد قرية جامعة الدول قدامنا قرية رمتان، وبنشوف الأنماط المختلفة للبنى في الساحل الشمالي. بعديها بنشوف قرية كازابيانكا، ونمط آخر مختلف من أنماط البنى، وملاحظين إن البنى هنا يمكن هضبة عالية نسبيا عن البحر، وده بيدي للشاليهات ميزة مهمة في رؤية البحر من بعيد. ومن قرية كازابيانكا قدامنا دلوقتي قرية مارسيليا بيتش 3، وده بيدل على إن القرية دي ليها عدد من الأراضي على طول الساحل وبأشكال مختلفة وفي مناطق مختلفة. زي ما حضراتكم شايفين يمكن مدخل مميز جدا، ومول القرية شكله جميل وأوروبي، ويمكن بنشوف زي ما قلت لكم التباين ما بين شكل المحلات القديمة اللي كانت موجودة ورا شوية، وما بين بقى المحلات والمولات الحديثة واللي أشكالها أوروبية. قدامكم دلوقتي قرية الروضة، وإحنا دلوقتي موجودين في الكيلو 71 في طريق الساحل الشمالي. ومن الكيلو 71 لكيلو 73 وقدامنا دلوقتي قرية علاء الدين،
وبنلاحظ برضو أشكال البنى والمحلات المختلفة. بعد القرية الصغيرة علاء الدين بنلاقي قرية بانجلوز المختلفة المميزة هنا، واللي يمكن لسه فيها عدد من عمليات الإنشاء ما زالت مستمرة. بقينا دلوقتي قدام قرية نيس 4، واللي برضو ليها قرى وامتدادات تانية على طريق أو طول طريق الساحل الشمالي. بحر رائع جدا، ويمكن نفسي انزل واستمتع بجمال القعدة والعوم جواه. ومن نيس 4 لنيس 3 في الكيلو 75 طريق اسكندرية مرسى مطروح، وزي ما حضراتكم شايفين الطريق اللي تحت شوية اللي هو طريق الخدمات أو طريق القرى السياحية بيكون اتجاهين، عشان لو رايح لقرية بعد أو قبل تستخدم الطريق من غير ما تطلع على الطريق الرئيسي. وما زلنا في طريق الساحل الشمالي او طريق اسكندريه مرسى مطروح، وبنتفرج على عدد كبير جدا من القرى في طريقنا في رحلتنا المميزه النهارده. قدامنا دلوقتي بقى قريه قرطاج، واحنا بقينا موجودين في الكيلو 81. قريه يبدو انها مميزه ومنظمه بشكل كبير، وموجود هنا مطاعم اسماك وادي النيل. بعدها على طول والمبنى اللي شايفينه ده هو فندق توليب الساحل الشمالي، يمكن فندق رائع جدا وإطلالة الغرف منه على البحر خرافية. بعد الفندق مباشرة بنلاقي قرية كوستا دي سول، وبنلاحظ بقى تقارب القرى، وهتلاقوا هنا ان الشاطئ أصبح صغير بشكل كبير. هنكمل طريقنا في طريق الإسكندرية مرسى مطروح أو طريق الساحل الشمالي، وما زلنا في الجزء اللي قبل مارينا. الجزء اللي احنا فيه بقى يمكن من أشهر المناطق على طريق الساحل الشمالي، واللي موجود فيه قرية بدر، واحنا موجودين في الكيلو 82. وقدام القرية مباشرة أو جنبيها جزء كده اسمه زهران مول، خروجة حلوة لسكان القرى السياحية. موجود فيه منطقة ألعاب للأطفال ومطاعم سمك وفطير وحاجات تانية كتير. موجود فيه كافيهات وقعدات حلوة جدا، وموجود فيه كمان ماكينات للصراف الآلي وهارس الحلبي وزهران ماركت، هو عبارة عن سوبر ماركت كبير كده موجود فيه كل حاجة تقريبا وبأسعار مناسبة جدا. خلاص بقى وصلنا للحد الفاصل ما بين الساحل القديم والساحل الجديد، وبقينا عند مارينا في الكيلو 94، واللي بدأت من سنة 1986 لما أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية مع بنك الإسكان والتعمير. وليمكن المقولة الشهيرة للفنان أحمد حلمي في أحد أفلام لما كان بيقول دي مارينا بتاعت الأغنية، لأنها بالفعل كانت مكان لتجمع الطبقات الأغنى في فترة التسعينات وبداية القرن الواحد وعشرين. مشروع كان مهم جدا ونقل الساحل الشمالي نقلة تانية، نقلة سياحية وعمرانية، وخدم المشروع كتير الأراضي اللي جنبيه أو اللي قبليه أو اللي بعديه، وغلى سعرها جدا. نمط البنى هنا قديم نسبيا، لكن مازال محافظ على شكله الجميل والمميز. لسه بنتفرج على شكل مارينا واحنا موجودين في مارينا واحد، وقدامنا دلوقتي المسرح الروماني الموجود جوه مارينا بالفعل، واللي بيحاكي شكل المسرح اللي موجود في كوم الدكة في اسكندرية واتفرجنا عليه في بعض حلقاتنا. ومن مارينا واحد لمارينا اتنين، وبنشوف شكل البوابات المتطابقة لكل بوابات مارينا من واحد لمارينا سبعة، واللي بتكون قبل مدينة العالمين الجديدة مباشرة. واحنا دلوقتي بقينا قدام مارينا تلاتة، واللي بيميزها مشروع بورتو مارينا اللي موجود جواها بعماراته الملونة والمميزة جدا، واللي بتعتبر كانت بداية لبنى الأبراج في ساحل البحر المتوسط. موجود في المشروع ده مرسى دولي لليخوت، واللي بيديره شركة عامر جروب اللي بيملكها رجل الأعمال المصري منصور عامر. شكل العمارات جميل جدا، وشكل البحر من قدام العمارات دي رائع بشكل كبير. لسه موجودين وجنبينا ما زالت امتدادات مارينا، وحبيت في خلال رحلتي جوه الطريق الساحل زي ما انتم شايفين بقى من قدام الطريق زادت عدد حراته، وطريق الخدمه زادت عدد حراته بشكل كبير، او الطريق البطيء زي ما احنا عارفين. وحبيت ان انا اوريكم الكوبري المروحه او الكوبري الفيونكا، اللي يمكن بعض الناس اتكلمت عنه كتير في خلال على صفحات التواصل الاجتماعي وقعدوا ينتقدوه بشكل كبير، لكن لما جربته حسيت انه كويس جدا. العربيات اللي جايه دي هي جاية من طريق الخدمة، وبيكون قدامها طريقين، يا اما تنزل في طريق الخدمة تاني، يا اما تدخل شمال كده على الطريق الرئيسي. واحنا زي ما انتوا شفتوا جينا ودخلنا يمين، وهندخل على اقصى الشمال عشان ننزل على طريق الخدمة، واحنا رايحين نشوف
مدينة العالمين الجديدة في خلال رحلتنا داخل الساحل الشمالي. زي ما بقول لكم كده، بقت على يميننا دلوقتي مارينا 7، واللي بعد ما نعديها مباشرة هتلاقوا بداية الطريق لدخول مدينة العالمين الجديدة. ولما نزلنا كده طريق الخدمة زي ما انتم شايفين اتجاهين، وهو عشان يخدم القرى في الاتجاهين، وعشان تقدر تستخدم الكباري اللي بقت موجودة على طول طريق الساحل الشمالي بشكل صحيح. ومن بعد مارينا 7 دخلنا على المشروع الرائع والممتع والبديع، مشروع مدينة العالمين الجديدة بأبراجها الشاهقة والمميزة. المدينة هنا متكاملة ومش منتجع مقفول، هتلاقي فيها كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها. المدينة من مدن الجيل الرابع، واللي لو كانت كل المشروعات والمنتجعات على طول طريق الساحل اتعملت بنفس فلسفة المدينة اللي احنا فيها، كانت هتشتغل طول أوقات السنة مش الأربع شهور بتوع الصيف بس. هنا موجود فنادق وممشى سياحي ومول تجاري وشواطئ خاصة وعامة وبحيرات ومشروعات سكنية وشركات ومكاتب إدارية. بصراحة منطقة استثمارية رائعة، وهيمتد ليها مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة. وكان لينا رحلة كاملة موجودة جوه العالمين الجديدة ممكن تستدعيها وتتفرج عليها من فيديوهات القناة. بقينا دلوقتي موجودين في سيدي عبد الرحمن، وموجودين في الكيلو 124، وقدامنا المشروع اللي عمل صخب إعلاني كبير في مصر، وهو مشروع زهرة الساحل. مازال عملية الإنشاءات بتحصل في القرية، والمشروع ده تابع لمعمار المرشدي. مساحة الشاطئ للقرية كبير، وموقع القرية مميز جدا زي ما حضراتكم شايفين. ومن زهرة لقرية هاسيندا بيه القريبة منها، وطبعا بقى احنا بقينا في الجزء الأغلى والأوسع والأرقى، وزي ما حضراتكم شايفين كده من شكل البنى وشكل المداخل وشكل الزرع اللي موجود كده على أسوار القرية، والتشطيبات والتخطيط للقرية، والخدمات المتنوعة، والمولات والملاهي والمطاعم والكافيهات والمراسي ومارينات الصيد، وكل حاجة طبعا هتلاقيها موجودة في الجزء ده من قرى الساحل الشمالي. شايفين شكل الشاليهات مميزة جدا، وطرازاتها طرازات حديثة، وطبعا فيها كل أنباط المباني، شاليهات وفلل وبنت هاوس وكل اللي ممكن تتخيله. ومن هاسيندا المراسي، المشروع اللي قلب كل موازين الساحل ونقل للساحل نقلة نوعية جديدة. يمكن احنا ممكن نقول ان كان في زمن مراقية، وبعد كده بقى في زمن مارينا، لكن من فترة بقى الزمن اللي احنا عايشين فيه ممكن نقول ان هو زمن مراسي، والقرى اللي اتعملت بقى في الجزء الخاص بسيدي عبد الرحمن ومن بعديه راس الحكمة. القرية هنا انشأتها شركة اعمار مصر، واحنا موجودين في الكيلو 126 في الساحل. مساحة القرية ضخمة جدا، طبعا مش محتاج اقول لكم من لكل الخدمات موجودة وعلى اعلى مستوى. البحر مميز جدا في الجزء اللي احنا فيه، طبعا هنا في نظام امني متكامل، وفي العاب مائيه، وموجود جواها طبعا مارينا ويست، واللي بيسموها عاصمه مراسي، هي من القرى المصنفه دوليا وفيها فنادق عالميه. كمان فيها مراسي بي ومارينا فيوز والقريه اليونانيه، وموجود جوه مراسي محطة لتموين اليخوت تابعة لشركة شيل. طبعا أسعار الإيجار جوه مراسي أو أسعار التمليك يعني شيء رهيب، ومن غير ما اقول يعني سعر الشاليهات والفلل ملايين. لكن طبعا منطقة اوروبية بالفعل على الاراضي المصرية، رغم ارتفاع سعرها واللي ما يقدرش عليه غير عدد قليل جدا من الناس. ومن مراسي لقرية سيشل، وطبعا باين جدا الاختلاف بين القرى اللي قبل مارينا والقرى اللي بعدها. موجود هنا مطعم طنط اللي بيملكه الفنان اشرف عبد الباقي، وعدد كبير من المطاعم زي شيخ العرب واسماك المرشدي. وبرضه تعتبر القرية دي من القرى الجميلة ومن القرى الجميلة والمصنفة. ومن سيشل لأمواج، واحنا بقينا في الكيلو 135 طريق الساحل. القرية تابعة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وواحدة من أنجح مشاريعها. قربنا بقى من نهاية رحلتنا، ودخلنا جوا قرية من القرى عشان نتفرج عليها من جوا، وهي اللي جنب قرية أمواج مباشرة، وهي قرية بلومار. قرية هنا واحدة من مشروعات شركة وادي دجلة للتطوير العقاري. قرية هنا يعني قرية من القرى كاملة الخدمات، وتصميم المباني جيد، وإن كان مش مبهر قوي زي مثلا هاسيندا أو مراسي، لكن إحنا موجودين في الكيلو 135 طريق اسكندرية مرسى مطروح، وشكل البحر زي ما حضراتكم شايفين جميل جدا يعني، وزرقة البحر حاجة مميزة فعلا. القرية مساحة الشاطئ بتاعها مش كبير، جنبها زي ما احنا شايفين أرض فاضية ملك شركة خميسكو الإماراتي.
ومش ممكن كنت اجي الساحل الشمالي وما نتفرجش على البحر. يا سلام بقى على الجمال والروقان واللون الازرق والابيض اللي بيغير نفسيتك، ويا سلام على نسمة الهواء اللي انا عايش جواها. ده شاطئ قرية بلومار، الرملة ناعمة وبيضة والشاطئ يمكن مش زحمة، لكن طبعا هيكون نزول البحر، وزي ما حضراتكم شايفين مفيش نزول للبحر لان الموج مرتفع بشكل كبير، بيكون بيحاولوا ان هم يبعدوا شوية عن نزول البحر في الاوقات اللي بتكون فيها الامواج عالية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ده شكل المباني جوه القرية واللي بنزورها النهاردة، وهي قرية بلومار. يعني طبعا مباني مميزة ومنسقة بشكل كبير، ويعني مختلفة عن زي ما شفتوا كده بعض القرى اللي كانت موجودة في الجزء الأقدم من الساحل واللي بدأنا من عنده رحلتنا النهاردة. احنا بنتمشى لسه، ما زلنا جوه قرية بلومار وبنتفرج على شكل القرية، وزي ما حضراتكم شايفين كده بيتم البنى كده على المناسيب بشكل عام، سواء كان منسوب عالي أو منسوب واطي، وبيستفيدوا من المناسيب دي في رؤية البحر في الشاليهات الخلفية. احنا دلوقتي رحنا عند الجزء اللي فيه حمام السباحة جوه قرية بلومار، وزي ما شفنا البحر هنشوف شكل حمام السباحة اللي موجود قدامكم جوه القرية، واللي طبعا هو حمام سباحة كبير جدا، ويعني بيراعي ان انت تكون مستمتع بحمام السباحة في المساحة دي. ادي المساحات او المسافات اللي ما بين الشاليهات اللي موجودة جوه القرية، ويعني الشمس يعني مالك كده للغروب، وهنسيب قرية بلومار وهنروح الساحل القديم وهنتفرج بقى على جزء من القرى اللي موجودة هناك. ومن بلومار بقى رجعنا حوالي 100 كيلو واحنا بقينا موجودين جوه قرية الفيروز السياحية، وبنشوف بقى اختلاف الاتساع واختلاف اشكال المباني واختلاف اشكال المساحات المزروعة او المساحات الخضراء. طبعا يمكن الصيانة في القرى اللي بقى اللي في سيدي عبد الرحمن بيكون الناس بتدفع فيها ارقام اكبر، وبالتالي بتكون الصيانه اكبر نسبيا، لكن برضو القريه هنا يعني مميزه بشكل كبير، واعتقد ان هي يعني ما اعرفش انا لما رحت القريه دي ورحت القريه دي الاتساع اللي موجود في القريه دي ريحني نفسيا بشكل كبير. زي ما حضراتكم شايفين يمكن هنا بقى الامواج اقل نسبيا والناس قادره ان هي تنزل وتعوم في البحر بشكل كبير، موجود طبعا حمامات سباحه موجوده جوه القريه. يمكن فلسفة الساحل انه بيكون في حمام سباحة جوه القرية وحمام سباحة قريب كده من البحر. بنتفرج على الاطفال اللي بيستمتعوا بيوم من ايام الصيف الجميلة في مصر، وزي ما حضراتكم شايفين كده بقى الشمس بقت يعني بدأ البحر او قرب البحر يبتلع قرص الشمس، المشهد اللي كلنا بنحب ان احنا نتفرج عليه. يعني انا حاسبكم بقى تستمتعوا شويه بالشمس وهي بتغرب جوه البحر، واتمنى ان رحلتي النهارده تكون عجبتكم وشفنا فيها عدد كبير من قرى الساحل الشمالي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وحاسبكم تستمتعوا شويه بالبحر والشمس اللي مالت للغروب. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.